تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية وصباح الصحة وصباح العمل والتفاؤل. صباح الصحة والسعادة لأسبوع إن شاء الله حافل بالنشاط والطاقة الإيجابية. نرحب فيكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معايا اليوم في الإعداد الأستاذ حسني البلاونة، وفي التنسيق والمتابعة والإخراج مخرجنا المتألق الأستاذ نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا أرحب وأصبح على زميلتنا الأخت آمنة آل علي. أختي آمنة صباح الخير. صباح النور أخوي عبد الله. يا مرحبا وسهلا. ومستمعينا من خلال برنامج صحة وسعادة، نرحب باتصالاتكم ونرحب أيضا بتواصلكم معنا على الأرقام 6005514114 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومثل ما عودناكم مستمعينا ومتابعينا، نستعرض معاكم فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ولكن قبل هذا نحب أن دائما نذكر مستمعينا بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا. التباعد الجسدي وترك مسافة آمنة مستمعينا دائما بينك وبين الآخرين بحيث أن لا تقل عن مترين، هذا يساهم بشكل كبير جدا وفاعل في الحد من العدوى بفيروس كورونا. دائما ناخذ أخبارنا المحلية والعالمية. اليوم عندنا خبر تحت عنوان هناك مؤشرات لارتفاع ضغط الدم، المفروض أن نحن ما نهمل هاي المؤشرات. أيضا خبر آخر ضروري طبعا، هذه اللي تجاوزوا 40 سنة، هناك فحص ضروري لمن تجاوز 40، وبتأخذ الخبر هذا إن شاء الله بنسمعه مع الأخت آمنة قريبا. فيتامين دال أفضل المكملات الغذائية لتجنب أمراض الشتاء، بما أن نحن مقبلين إن شاء الله بفصل الشتاء. دائما فقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي على صفحات هيئة الصحة بدبي، وأيضا فقرتنا فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي اليوم مع الخدمات المستحدثة بمراكز الرعاية الصحية الأولية خلال جائحة كورونا. ومصطلحنا الطبي لهذا اليوم BMR، أيضا بنسمع عنه أكثر إن شاء الله مع الأخت آمنة. وفقرة التغذية اليوم تحت عنوان التغذية وهشاشة العظام، وآخر فقرة من فقرات برامجنا لهذا اليوم مستمعينا تغذية الأطفال بعد عمر 6 أشهر. هاي كلها فقرات برنامجنا مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، ودائما نقول إنكم متواصلوا معنا على الأرقام 6005514114 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونرجع لفقرة الأخبار، وأول خبر لهذا اليوم هناك فحص ضروري لمن تجاوز 40، ومع الأخت آمنة العلي. أهلا أخوي عبد الله، طبعا أصبح على المستمعين وأتمنى لهم بداية أسبوع جميلة. وخبرنا اليوم حق اللي تجاوزت أعمارهم 40 سنة. يقول الخبر أن فحص الجلوكوما أو المياه الزرقاء في العين، هذا الفحص يعتبر فحص مهم جدا حسب ما قالت الجمعية الألمانية لأطباء العيون، ونصحت الجمعية الألمانية بإجراء فحوصات وقائية منتظمة لاكتشاف المرض مبكرا، حيث يصعب اكتشاف المرض بشكل مبكر نظرا لعدم تضرر الرؤية المركزية، ويعتمد الكشف الوقائي على فحص رؤوس العصب البصري في العينين وقياس ضغط العين. وأوصت الجمعية الألمانية بإجراء هذا الفحص المنتظم بدءا من 40 عام، واللي هو فحص الجلوكوما أخوي عبد الله. نعم، ممتاز. طبعا مستمعينا، ومن فحص الجلوكوما إلى فقرتنا فقرة السوشيال ميديا، ومع زميلتنا صاحبة الطاقة الإيجابية الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صباح الخير.
صبحتم الله بالنور، السرور عليكم على كل المستمعين إذاعة نور دبي. صباح الصحة والسعادة. حب نقول لهم اليوم صباح الأحد، اللي كنا نقول عنه اللي يحبك الأحد، وأتمنى اللي يحبونك الأحد. إن شاء الله. ناخذ بعض الأشياء اللي كانت قنوات التواصل الاجتماعي يوم أمس. كان آخر يوم هي مؤتمر دبي الدولي السادس للتغذية، وما شاء الله الكومنتات اللي كانت وصلنا عن المؤتمر كانت وايد صراحة جميلة، وكانت بحضور أكثر أو مشاركة أكثر من 2000 عالم خبير ومختص في التغذية من 20 دولة، ويعني كان في جزء منها في الفيلد جزء منها أونلاين. فيعني هاي يعني كان وايد في ملاحظات، والناس كانت تشارك بمحتوى المؤتمر من ضمن في حسابات تنظيم قنوات التواصل الاجتماعي. ثاني شيء من النصائح اللي كنا حاطينها، نصيحة نحس إن الناس ما قامت يعني تلتزم فيها شوية، وهي الصعود بالمصعد. شو لازم واحد يسوي لما يبغى يصعد المصعد؟ والأهم إن إذا كان مصعد يعني صغير ما يكون فيه أكثر من 3 أشخاص. الأشخاص لازم ما يجابون بعض، يعني ممكن كل واحد يصد أنسايد. من النصائح إن الواحد يعني لازم يعني يعقم إيده لما يضغط على الأزرار، لازم يعقم أو إنه يحاول إنه ما يضغط الأزرار بإيده. صحيح. في مجموعة من النصائح، يعني الويكند كان مليء بالنصائح. في نصائح خاصة بأمراض أمراض الجهاز التنفسي، وخصوصا إحنا مو بس يعني كوفيد، أيضا موسم إنفلونزا. ففي نصائح وايد مهمة لهم، نتمنى إنهم يدخلون حساباتنا ويشوفون النصائح الطبية اللي كنا حاطينها. أيضا من ضمن الأشياء في قصة وايد مؤثرة، قصة الأخت تناء المقبالي، وهي كانت إحدى الناجيات ومحاربات مرض سرطان الثدي، وإنك قدرت تتخطى وتحارب وتنجح وتفوز في هذا الحرب ضد السرطان. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها إلى واجه وصلتنا عن الوقاية من سرطان الثدي، أيضا هي موجودة في قنوات التواصل الاجتماعي. في نهاية المداخلة هاي نتمنى من الجميع الالتزام بكماماتهم والتزام بالتباعد وتعقيم اليدين، إذا مو بعشانهم عشان الناس اللي حولهم واللي يعزون عليهم. ودمتم بصحة وسعادة. شكرا أختي أسماء، ودمتي بالصحة وسعادة. ومستمعينا من فقرة السوشيال ميديا بناخذ معاكم فاصل، ودائما نقول خلكم مع صحة وسعادة، وبعد الفاصل عندنا فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، الخدمات المستحدثة بمراكز الرعاية الصحية الأولية خلال جائحة كورونا. خلكم ويانا مستمعينا الأعزاء فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. ونرحب بكل من انضم إلينا لهذا البرنامج، وأيضا البرنامج هذا تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. ومن خلال برنامج صحة وسعادة نرحب باتصالاتكم مستمعينا الأعزاء ومتابعينا على الأرقام 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وقبل أيضا لنأخذ فقرتنا فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، نحب أن نذكر مستمعينا الأعزاء بأن هيئة الصحة بدبي توفر خدمات فحص فيروس كورونا في مراكز التسوق مود الإمارات ومردف سيتي سنتر وأيضا سيتي سنتر ديرة. ويمكنكم الاتصال على الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 800342 للمزيد من المعلومات وأيضا أخذ المواعيد. ومع فقرة الخدمات المستحدثة بمراكز الرعاية الصحية الأولية خلال جائحة كورونا، شو بتخبرين آمنة أكثر في هذا الموضوع؟ طبعا أخوي عبد الله، مثل ما تعرف أن هيئة الصحة بدبي كانت الخط من ضمن خط الدفاع الأول لمواجهة جائحة كوفيد-19. نعم. وهي تحدت هاي الجائحة بكل قوة وثبات، ومثل ما نعرف أن الهيئة استحدثت طبعا ممثلة بقطاع الرعاية الصحية الأولية حزمة من الخدمات المتميزة للمرضى. نعم. والمراجعين بشكل عام خلال جائحة كوفيد-19 ضمن جهودها المستمرة لتلبية احتياجات أفراد المجتمع. ومعانا اليوم عشان تحدثنا عن هذه الحزمة الدكتورة نورة محمد، أخصائي طب أسرة بقطاع الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة.
صباح الخير يا أمنا. سعيدين دكتورة بتواجدك اليوم معانا، وسعيدين بكل الخدمات اللي قدمتوها خلال جائحة كوفيد 19، ونبات اليوم تحدثينا عن فكرة عامة عن الخدمات اللي استحدثتها الهيئة في هذه الجائحة. إن شاء الله. طبعا أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصبح عليه أختي آمنة على أخوي عبد الله وعلى المشاهدين بالخير والنور، ونتمنى لهم دائما إن شاء الله صباح مليء بالصحة والسعادة. صباح النور دكتورة. الله يخليك. طبعا حبيت أشكركم على هالاستضافة اللي من خلالها سنسلط الضوء على أبرز الخدمات في ظل جائحة كوفيد 19، وبنركز يعني تحديدا على قطاع الرعاية الصحية الأولية. في البداية بس نأخذكم نبذة بسيطة عن ما هو قطاع الرعاية الصحية الأولية، وما هي خدمات طب الأسرة بشكل عام، وكيف كانت رحلة المتعامل قبل الجائحة، وشو التغيرات اللي صارت ما بعد أو أثناء وخلال هذه الجائحة. في البداية هو قطاع الرعاية الصحية الأولية هو خط اللقاء الأول بين المجتمع وأفراده وبين القطاع الصحي، يعني نقدر نقول نحن الصمام، نحن البوابة للرعاية الصحية الأولية أو لتقديم الخدمة الصحية للمجتمع. صحيح. فمن خلال الرعاية الصحية في عبد الله إحنا ما نقدم بس خدمة يمكن يتبادر الذهن إحنا بس خدمات علاجية، لا، الخدمة تشمل خدمات علاجية، خدمات حتى وقائية وتأهيلية شاملة لجميع أفراد الأسرة والمجتمع. نعم. قطاع الرعاية الصحية الأولية يعني له عدة مراكز لتقديم الخدمة، حوالي 12 مركز صحي ومركز لسعادة كبار المواطنين. نبدأ بسيطة كيف المتعامل، أول شيء كيف يتعرف على هذه الخدمات، كيف أنا أعرف ما هي الخدمات المتوفرة. طبعا يمكن الوصول لهذه الخدمات من كذا طريقة، أولا من خلال الموقع الإلكتروني، الحمد لله تمت أتمتة جميع دليل الخدمات ويسهل الوصول إليها عن طريقه، عن طريق مركز الخدمة نفسه، يعني أقصد المركز الصحي أو مركز الاتصال أو بتحميل التطبيق الذكي اللي هو تطبيق هيئة الصحة بدبي. وأكيد طبعاً إحنا في زمن الإعلام والتواصل الاجتماعي، فطبعاً هناك خدمات التواصل الاجتماعي، إنستغرام، تويتر، كل هذه الأمور يتم خلالها التعرف على خدمات الهيئة. كيف يقدر المتعامل يصل للخدمة؟ عن طريق حجز موعد عن طريق مركز الاتصال اللي هو 8342، ولأن بعض الخدمات قد تطلب مواعيد والبعض الآخر يمكن مش بشرط أن يكون عن طريق الموعد، ثم يحضر شخص للمركز. نعم. طبعا يتم تقييم الحالة وتقديم الاستشارة الطبية والإجراءات التابعة بحسب الحالة إذا ما تطلبت النقل أو التحويل وإجراء الفحوصات، وهني أهم شيء هو التحور اللي حصل في جائحة كوفيد. قبل كنا نقول المريض لأن أنت سويت الفحص فأنت محتاج تعرف ما هي نتائج الفحوصات، فالسؤال البديهي إن المريض يقول كيف أعرف النتائج، كيف أحصل على نتائجي، يقول لا تعال فضل زورنا المركز بعد أسبوع 10 أيام حسب الفحص المجرى. لكن طبعا إحنا نعرف إن إحنا من باب حرص هيئة الصحة بدبي على سلامة مراجعينا نحاول نقلل فرصة خروجهم تعرضهم للعدوى، فهناك وسائل بديلة للحصول على هذه النتائج، منها التطبيق الذكي ماي تشارت، إذا نزلوا تطبيق ماي تشارت من خلاله التعرف على النتائج، أو حتى عن طريق الاستشارة عن بعد اللي سأسلط عليها يعني الضوء بعد قليل، ويتم التواصل مع المريض مباشرة لو كان في لا قدر الله حالة حرجة أو نتائج حرجة. نعم دكتورة. دكتورة بس ممكن تحدثينا عن أماكن تواجد هذه الخدمات، خدمات الكلمين عنها الحين في المراكز الصحية، كم عدد المراكز الصحية اللي ياسين نتكلم عنها الحين؟ أختي أمنا عندنا تقريبا 12 مركز صحي ومركز سعادة كبار المواطنين. طبعا هناك مراكز صحية حاليا نعتبرها مراكز نظيفة أو مراكز قالية من كورونا، ما تتعامل مع مرضى كورونا أو المشتبه بهم من خلال الأعراض أنه ممكن يكون المريض عنده كورونا، مثل مركز المزهر ومركز الصفا الصحي. غير ذلك فأغلب المراكز الهيئة الموزعة على البرين كلها تتعامل مع مرضى كورونا، وعندنا مركزين صحيين يشتغلون بنظام 24 ساعة، مركز ند الحمر الصحي ومركز البرشة الصحي. وهذه المراكز فيها قسم خاص نسميها مكس أو عيادات السلطة، فيها جهة خاصة بالمرضى اللي قد يشتبه في كون حاملين مرضى كورونا، وقسم آخر للخدمات الأخرى الروتينية بحيث أنه نقلل فرصة يعني الخلط بين الناس المصابين والناس السليمين. يعني دكتورة حتى خلال زيارة لي لمركز البرشة الصحي لاحظت أن فحص يعني الفحص كورونا، وخلال هاي الرحلة إلى مركز البرشة الصحي الأشخاص اللي حابين يفحصون كورونا يكونون منفصلين تماما
حتى لهم بوابة مختلفة، بوابة دخول، بوابة خروج، وكل إجراءاتهم تصير يعني تكون منفصلة عن باقي الإجراءات الأخرى في المركز الصحي. ممكن تعرفينا أكثر دكتورة عن الخدمات هاي اللي استحدثتوها خلال جائحة كورونا؟ إن شاء الله بالتأكيد. طبعا هذا المركز استئناف ان نحن اول ما يوصل المريض للمركز الصحي دائما بيلاحظ ان في نقطه نسميها ترياج او نقطه فلتره للحالات. طبعا مرضانا جزاهم الله خير هم اغلبهم متعاونين متفاهمين ان هناك بعض الاسئله ستطرح عليهم عن وجود اعراض مثل الحمى، الكحه، الصداع، النزلات المعويه، من الاعراض اللي احنا نعرفها اللي ممكن تكون يعني يشتبه في كونها امراض كورونا، يعني مرض كورونا، او يكونوا هم اساسا ناس مخالطين بحالات ايجابيه. ففي هاي الحاله طبعا احنا لسلامه الجميع يفضل ما ينفع نتركهم يدخلون مع المرضى العاديين ونزيد فرص الاحتكاك، فيتم فصلهم ودخولهم من مكان اخر، يعني قسم اخر مفول فقط لفحص وتقييم حالات كورونا واجراء المسحات الطبيه. وهذه من الخدمات المستحدثه في هيئه الصحه في ظل الجائحه. يعني اغلب المراكز الصحيه عندنا باستثناء المراكز اللي ذكرتها انفا المركزين انهم فيهم خدمه الفحص اللي هو البي سي ار. فمن يدخل المريض طبعا تتم الاجراءات التسجيل الروتينيه وتوقيع الاوراق وشرح الحاله وما يتوقع المريض خلال فتره مروره في هاي العمليه، يعني يخضع لتقييم المؤشرات الحيويه، يتم سؤاله الاسئله يعني اللي تساعدنا لتشخيص الحاله، يتم اخذ مؤشراته الحيويه، عرضها على الطبيب او اخذ المسحه، ومن ثم يعني يوجه الى البقاء في المنزل لمده 24 ساعه الى استلام النتيجه، واذا كانت ايجابيه تتمدد هذه الفتره تلقائيا الى 14 يوم من فتره العزل الصحي اللي نعرفها. صحيح. دكتورة أنت طبعا تطرقتي في البداية بأن الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي الخاصة بالصحة الأولية، الخدمات الرعاية الصحية الأولية، ذكرتي بأنها يعني جميع المراكز الرعاية الصحية الأولية تقدم خدمات متكاملة شمولية وتعني يعني باحتياجات أفراد المجتمع من الجانب العلاجي والجانب الاجتماعي والجانب النفسي، وأيضا تطرقتي بأن يعني أنتم مغطين كل الفئات العمرية اللي هم يعني مثلا خدمات الرعاية، الأطفال، الحوامل، النساء، كبار المواطنين. كيف دكتورة تقدرين تكلمينا على مدى يعني الإقبال على هاي الخدمات، وكيف ساهمت يعني تلبية احتياجات الفئات هاي من المرضى، وكيف يعني حقق سعادتهم في هذا الجانب؟ إن شاء الله. بالنسبة للخدمات الأساسية خلينا نقول في عبدالله اللي هي في أغلب المراكز الصحية اللي هي خدمات طب الإسرة والاستشارات العلاجية، الخدمة الوقائية مثل فحص الدوري الشامل وفحص ما قبل الزواج، خدمات المختبرات والصيدلة والأشعة، عيادات السكري، خدمات صحة كبار السن، الرعاية المنزلية، خدمات التغذية، هاي أشياء عامة. هناك بعض المراكز لها أيضا خدمات إضافية هي تخصصية مثل عيادات طب العيون وطب الأنف والأذن والحنجرة والعظام وطب الأطفال العام وإلى آخره. طبعا ما تم استحداثه في الجائحة في ظل جائحة كورونا أن نحن حاولنا أولا نقلل من فرص يعني تواجد المرضى جسديا في الأماكن، وتقديم ونقل الخدمة من خدمة مباشرة إلى خدمة ذكية عن طريق الاتصال أو الاستشارة عن بعد. صحيح. فهذا كان من الإنجازات الكبيرة في فترة كوفيد، وهاي اللي هي نسميها خدمة الطبيب لكل مواطن، خدمة سهل جدا الوصول إليها عن طريق تحميل تطبيق هيئة الصحة في دبي وأخذ موعد سواء من خلال التطبيق أو من خلال مركز الاتصال، حيث أن المريض مش مضطر إنه يحضر جسديا، لكن ممكن يحصل استشارة مرئية بالفيديو عن طريق يعني للحالات غير الطارئة عن طريق البرنامج. ومن خلال هذا الاستشارة في عبد الله يقدر يحصل على الاستشارة وعلى يعني طلب لبعض مثلا التخصصات إذا استلزم الأمر، الحصول على الأدوية، والأدوية يتم توصيلها حتى إلى منزل المريض. صحيح. طبعا هذه الخدمة متاحة للمواطنين من جميع الأعمار وللمقيمين من ممن تغطيهم تأمين عناية يستطيعون الحصول على هذه الخدمة وما لها عمر معين. أما بالنسبة لأحبابنا الأطفال فهم نظراً أيضاً للحرصنا على حمايتهم والحفاظ على صحتهم تم تخصيص مركز صحي كامل فقط لخدمات صحة الطفل وخدمات متابعة الحوامل، باقة الحوامل في الهيئة. فالعيادات كلها لم يعني ما بيكون في احتكاك مع هذه الفئة، فالأطفال من عمر شهرين إلى ما قبل المدرسة 5 سنين متابعاتهم الدورية، متابعات نموهم، التطعيمات الروتينية كلها بتكون في مركز المنظر الصحي، وكذلك الحوامل من بعد 12 أسبوع كلهم تتم متابعتهم في مركز المنظر الصحي. أما الباقي فلهم الخيار أن يأخذوا الاستشارة عن بعد، وهي ميزة جدا مهمة وإيجابية، صحيح. أو الحضور للحالات الطارئة.
أيضا هناك خدمات ممكن نكلمكم عنها اللي هي بعد من الخدمات المستحدثة خدمة اسمها خدمة دوائي. شوف الخدمة يا عبد الله، هاي خدمة وايد ممتازة للناس اللي تعرف إن عندهم يعني أمراض مزمنة يتلقون أدوية بصورة دورية، فهالناس عادة يكون عندهم نوع كبير من الخوف إنهم يحضرون المركز الصحي ويتلقون الأدوية. فشو البديل؟ البديل إن لهم يقدرون يأخذ موعد عن طريق مركز الاتصال لخدمة دوائي، من خلاله يتم الاتصال بهم من أطباء المركز ومراجعة أدويتهم وصرف وإعادة تأبئة الأدوية اللي هم محتاجينها الدورية، ويتم توصيل الأدوية لهم إلى بيوتهم ومش بس في دبي، يعني الخدمة هاي تشمل جميع إمارات الدولة. صحيح. فهذه جدا ممتازة ومجانية لكبار السن من عمر 60 سنة وطالع، لكبار المقيمين اللي هم تأمين عناية، والأصحاب لهم الهمم المسجلين في الهيئة، لأصحاب الأمراض المزمنة اللي لهم مثلا مراجعات دورية وأدوية دورية. نعم. دكتورة نورة، الحقيقة يعني الحديث معك ومع الخدمات اللي تقدمها يعني المراكز الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي خدمات مميزة وفي تطور دائما. كل الشكر لك دكتورة نورة محمد علي، أخصائي طب الأسرة، ولفريق عملك المبدع الحقيقة، ونتمنى لكم دائما يعني التوفيق. شكرا لك دكتورة. جزاكم الله خير أخوي عبد الله. بس تسمح لي أضيف بس نقطة أخيرة، وهي من الأشياء اللي استحدثناها هي خدمة متابعة مرضى كوفيد. هاي نعم. خدمة جديدة وهاي خدمة ممتازة جدا، حيث نتابع مرضى كوفيد اللي هم في العزل المنزلي ونطمن عليهم. وجزاكم الله خير على الاستضافة، أنتم أتمنى أن فيها العجالة خلصنا الضوء على أهم الخدمات المقدمة في مراكز هيئة الصحة. وشكرا لك. شكرا عليك. شكرا دكتورة، ما قصرتي. شكرا مستمعينا الأعزاء، من بعد ما تعرفنا على الخدمات المستحدثة بمراكز الرعاية الصحية الأولية من خلال جائحة كورونا مع دكتورة نورة، بناخذ معاكم فاصل، وبعد الفاصل مصطلحنا الطبي لهذا اليوم MBR. خلكم يانا مستمعينا الأعزاء، فاصل وراجعين. صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. ومن خلال برنامج صحة وسعادة نرحب باتصالاتكم ونرحب بمشاركاتكم معنا على الأرقام 600-551-414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومصطلحنا الطبي لهذا اليوم مستمعينا ومتابعينا، شو عنا اليوم اختيامنا؟ اليوم عنا مصطلح طبي اسمه PMR. PMR نعم. نعم، واللي هو معدل الأيض الأساسي، وتعرف عمليات الأيض بأنها عمليات البناء والهدم في الجسم. فالأيض هو جميع العمليات الكيميائية التي تحدث باستمرار داخل الجسم للمحافظة على العمليات الحيوية المختلفة، مثل عملية التنفس وعمليات هضم الطعام والتخلص من الفضلات وغيرها الكثير. وتتطلب هذه العمليات الكيميائية المختلفة طاقة لكي تتم، ويطلق مصطلح معدل عمليات الأيض الأساسية على الحد الأدنى من الطاقة التي يحتاجها الجسم للقيام بهذه العمليات الكيميائية المختلفة. وعادة ما تستخدم نسبة 40-70% من الطاقة اليومية في أداء هذه العمليات، وهي نسبة تختلف تبعا لعمر وجنس ونمط حياة الشخص. نعم، ومن بعد فقرة ومصطلحنا الطبي مستمعينا ومتابعينا، ناخذ فقرة التغذية أختي آمنة وهشاشة العظام. نعم أخوي عبد الله، فقرتنا اليومية طبعا واللي هي التغذية اليوم بتكون مع الدكتور مع الأستاذ عفوا نجلة درويش، أخصائي التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، وبتكلمنا اليوم عن التغذية وهشاشة العظام. مرحبا فيك أستاذة نجلة. مرحبا بكم أختي آمنة وأخوي عبد الله. هلا والله وغلا. جميع المستمعين أهلين، ونرحب جميع المستمعين، وإن شاء الله نعطيكم معلومات مفيدة بإذن الله. إن شاء الله. أستاذة نجلة، ممكن تقولي لنا عن أهمية الغذاء الصحي ودوره في الوقاية من هشاشة العظام؟ إيه طبعا، الناس بتقول يعني ليش اخترنا هالموضوع آمنة؟ حبيت أقولها من تحيي منظمة الصحة العالمية يوم 20 أكتوبر من كل عام اليوم العالمي لمرض هشاشة العظام، اللي هو مثل ما نقول المرض الصامت اللي أغلب الناس ما تنتبه له
وما تعرف إذا كانت تعاني من هشاشة عظام أو لا، وشو الأشياء اللي ممكن نتركز عليها من خلال التغذية. والتغذية كذلك لها دور جدا مهم في الحفاظ أو حتى أنها تقي من حدة هشاشة العظام وتخفف منها بشكل عام في كافة مراحل حياة الإنسان. فعشان كذا حبينا نتكلم عن التغذية السليمة عشان الناس يعني تعرف شو الأساس والغذاء المتوازن اللي لازم تتبعه للحفاظ على صحة العظام وتتفادى كذلك مشكلات هشاشة العظام. نعم أستاذة. طبعا أول ما الناس تسمع ثالث يوم وين تبادر بدهان الحليب ومنتجات الحليب، بس نحن نقولهم لا، مو بس هذه المنتجات اللي موجود فيها يعني المعدلات الكالسيوم، موجودة كذلك في منتجات أخرى بنذكرها حاليا مثل الخضروات والخضار الداكنة، الصوية، البقوليات، التوفو، كذلك بذور الكتان. كثير من الأغذية بها محتويات الكالسيوم ولكن تتفاوت النسب، يعني نحن نشوف احتياج الشخص على حسب المراحل العمرية. فنحن نقول يعني من بعد سن 50 تقريبا يحتاجون 1200 ملي جرام من الكالسيوم من الأغذية الطبيعية، والأفضل أنهم ينتقون مصادرها من الأغذية الطبيعية. وتتفاوت الاحتياجات طبعا من مرحلة الطفولة إلى المراحل مثل ما قلنا في مختلف المراحل العمرية، لكن بمعدل اللي نحن نقول معدل 1000 ملي جرام تقريبا الأشخاص البالغين. مهم جدا من يعني ينتقون هذه الاحتياجات من الأغذية بشكل عام. عندنا الحليب ومنتجات الحليب، البيض مثل ما ذكرنا، وانهم يتناولون قدر احتياجاتهم، يعني ما نخليها مثلا انه خلاص انا لازم اتناول حبوب كالسيوم عشان ما انا يعني عشان ما اصاب بمرض هشاشة العظام. لا، كثير من المصادر بها كثير من الأطعمة بها مصادر الكالسيوم كذلك نحتاجها. في عوامل تساعد في ان نحن نلاحظ جيدا يعني الطعام نحن نتناوله، بحيث ان نحن نركز على الطعام الصحي الغذاء المتوازن، وكذلك ما ننسى موضوع فيتامين د. ندري ان الجو برد شوي وحلو، بحيث ان الناس تقدر تعرض لاشعه الشمس. نعم صح، احتياطنا لازم نوجههم ايه عشان انهم يتعرضون وياخذون يعني المصدر الاساسي من اشعه الشمس اللي هو فيتامين د. مهم جدا فيتامين د يساعد على امتصاص الكالسيوم بالجسم، فعلى الأقل يتعرضون في اليوم الواحد من 10 دقائق من 15 دقيقة أساس أنهم يعني يعزز هذا الشيء، كذلك يعزز امتصاص الكالسيوم عندهم في الجسم. مثل ما نحن نعرف الكالسيوم ضروري لنشاط العضلات وبالأخص عضلة القلب والأوعية الدموية، فعشان شيء مهم جدا أن نحن نركز كذلك على الأطعمة اللي هي تقوي عندنا العضلات مثل البروتينات. طبعا بيسألوني من وين يعني نشتق نحن مصادر البروتينات، طبعا نشتقها من البيض، من اللحوم، من الدواجن، لان هذه البروتينات مهمه جدا للكتله العضليه خاصه مع مراحل تقدم العمر، بحيث ان الشخص اذا كل ما تقدم بالعمر ممكن ان يخسر الكتله العضليه عنده، يكون عرضه لخطر الاصابه مثلا يطيح بالاصابات هاي اللي ممكن بيكون اذا ما تناول مصادر البروتين بشكل كافي بيؤدي إلى بطء في التعافي من هذه الإصابات. نعم أستاذة نجا، تقدرين تعطينا نصيحة أخيرة للمستمعين ليتفادون هشاشة العظام؟ هي ثلاث نصايح بشكل عام أو ثلاث عوامل، إن نحن كيف نقلل من مخاطر الإصابة، نلاحظ الغذاء المتوازن، وما نلجأ لنحن ناخذ الكالسيوم من الحبوب، وكذلك نحافظ على التمرينات الرياضية بانتظام. هذه نصيحتي اللي حابة أوجه لهم، ونحاول قد ما نقدر نتفادى زيادة الوزن أو السمنة. شكرا لك أستاذة نجلة درويش، أخصائي التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، شاكرين لك معلوماتك القيمة. والحين ننتقل أخوي عبد الله لفقرتنا التالية. نعم اختيامنا قبل لا ننتقل لفقرتنا اللي هي فقرة صحة الطفل، تغذية الأطفال بعد عمر 6 أشهر. عندنا رسالة على الرسائل النصية من أحد المستمعين، يقول السلام عليكم، شكرا على البرنامج الجميل الذي يقدم لنا معلومات صحية نستفيد منها. سؤالي، ما هو الفحص الذي يمكن القيام به بعد سن 40 سنة الذي تكلمت عنه في برنامج ولم أتمكن من الاستماع إليه؟
عليه. أخوي نحن اليوم هذا كان من ضمن أخبار برنامجنا لهذا اليوم خبر اللي هو الفحص المبكر للعين الجلوكوما اللي هو معروف بالماء بالمياه الزرقاء. فينصح إنه يعني الشخص اللي يوصل لأربعين سنة بعد الأربعين سنة تراجع الطبيب أو طبيب العائلة للفحوصات الدورية ومن ضمنها فحص العين إذا لا قدر الله في مشكلة في العين بخصوص موضوع المياه الزرقاء يتم علاجه في الوقت المناسب. وشكرا لك وشكرا لتواصلك مع برنامج الصحة وسعادة. نأخذ اختيامنا فقرة صحة الطفل وتغذية الأطفال بعد عمر 6 أشهر. نعم، اتفق أطباء الأطفال أخوي عبد الله على أنه لا يجوز البدء بأي شكل من الأشكال بتغذية الطفل بالملعقة خلال الشهور القليلة الأولى من العمر، لأن ألسنة الأطفال الرضع خلال الشهور 3 أو 4 الأولى من العمر تدفع بكل شيء غير سائل خارج الفم. ومعنا اليوم الدكتورة لمية المرزوقي أخصائية طب الأسرة بتحدثنا عن تغذية الأطفال بعد عمر 6 شهور. مرحبا دكتورة لمياء وصباح الخير. مرحبتين، صباح النور، أهلا وسهلا. الله يحييك. أنا دائما دكتورة في مواضيع اللي تخص المرأة وتخص الأطفال أخلي الأخت آمنة هي اللي تحاور. ما شيء مشكلة. نعم. أهلا فيك دكتورة. دكتورة طبعا هالموضوع جدا مهم، لأن في أمهات يقولون بنأكل عيالنا من 4 شهور، أمهاتنا يقولون كنا نأكلكم ما استوابكم شيء. الحين نحن نبغى نعرف منك متى نقدر نأكل عيالنا؟ احنا طبعا هالكلام كله نسمعه طول الوقت. صحيح. حتى احنا الأطباء ما يسمعون كلامنا أمهاتنا الله يحفظهم. مثل ما قلتي انت قبل 6 شهور مو بالمفروض ندخل اي نوع من الأكل على الطفل، لازم تقتصر التغذية بس في هالوقت على الحليب، والأفضل طبعا حليب الأم بدون حتى إضافة اي ماء. عقب عمر 6 شهور يكون الحليب غير كافي كمصدر غذاء أساسي حق الطفل ويكون مصدر وحيد. يعني هني ندخل الأطعمة وتكون يعني بجميع أنواعها تدريجيا طبعا عشان تكتمل العناصر الغذائية اللي يحتاجها الطفل عشان نموه الطبيعي. ونخلي في هذه الفترة اللي نبدأ ندخل الأكل يكون الحليب هو المصدر الأساسي بعده للغذاء، لين ما يستوي يعني الطفل يصبح قادر انه يتقبل الكميات الكافيه ووجبات كافيه توفر احتياجاته كلها الغذائيه. نعم نعم دكتوره. دكتوره بس ممكن تخبرينا شو هي المؤشرات اللي تقول حق الام انه والله ولدك الحين مستعد انه ياكل؟ انزين، في طبعا مؤشرات كثيره، منها ان الطفل مثلا يكون يوم الأهل يأكلون على يبدون يأكلون أو يشوف إن أكل حوله يتم يطالع الأكل يحرك حلجة أو يسوي مثل حركة البلع، ثاني يقولنا الياهل مهيئ يبي يأكل. يبدأ يطلع لسانه أو قلنا ينبغ يتقرب من الأكل أو يمد يده. بس في مؤشرات وايد مهمة إن إحنا ما نبدأ الأكل قبلها، لازم الطفل يكون قادر إنه يجلس يعني ويكون مثبت راسه ورقبته، هذا وايد مهم. الطفل إذا ما وصل لهاي المرحلة ما نحب إحنا نبدأ الأكل. عادة هذه المؤشرات تبدأ على عمر 4 شهور، يعني الطفل يبدأ يقدر يقعد مع الاستناد يعني، وعلى 6 شهور يكون قادر على الجلوس وتثبيت الرأس وكل هذا. فعشان كي نقول عقب 6 شهور عادي نبدأ الأكل عند الأطفال. نعم نعم دكتورة. بس دكتورة حبيت استفسر في المقدمة، كنا نقول إن صحيح إن الطفل يعني يقاوم الأكل أو يرد الأكل بلسانه إذا كان عمره من 4 شهور يعني قبل 6 شهور؟ هل المعلومة صحيحة؟ ومو بأن مو عشان هو يرد الأكل، بس هو عنده طريقة تناسق حركة اللسان بعدها ما تكونت. نعم. فيكون تكون حركة اللسان تدفع الأكل بدال ما تدخل الأكل. نعم دكتورة. بعد عشان الوقت احنا لازم الحين نقول حق المستمعين شو الأغذية اللي ممكن انت تنصحين الأمهات انهم يبدون فيها اول ما يبدأ طفلهم مثل ما قلتي ثبت راسه ويقدر يلس ومستعد انه ياكل؟ شوفي، احنا ننصح في البداية ان الأم تبدأ تدخل خضرة وفواكه في غذاء الطفل، ونباها تدخل الأصناف جميعها يعني من عمر 6 شهور. الشيء اللي ما نباها تدخله يكون الحليب الطازج، حليب البقر الطازج. نعم. والعسل قبل عمر السنة هذين ما يدخلون. باقي الأكل تبدأ تدخل الأكلات صنف بصنف كل 3 أيام. ليش؟ لأن الطفل ممكن يعني إحنا ما نعرف هذا الطفل بيتحسس من أي نوع من الأكل.
فإذا صار في تحسس يكون في سهولة على التعرف على أي صنف الطفل تحسس منه. فتدخل نوع معين كل 3 أيام وتبدأ تدخل الأنواع بكافتها، وتبدأ بملعقة طعام وحدة في البداية كوجبة وحدة، بعدين تدريجيا تزيد عدد المرات وتزيد الكميات ولين ما تدخل كل أنواع الأكل حق الطفل. ويصير قلنا في البداية يكون الحليب هو بعده نعتمد عليه كتغذية أساسية، بعد ما دخلنا كل الأنواع وصارت وجباته زيادة نوصل لمرحلة أنه هو يأكل 3 وجبات في اليوم ومع وجبتين خفاف، هني طبعا ما يكون الأكل الحليب هو الأساسي، فهني الحليب يكون مكمل. عقب عمر السنة نفضل أنه مثلا إذا كان على حليب صناعي يتوقف يكمل على حليب طبيعي، حليب الأم يتكمل لعمر 2 سنين طبعا ما يتوقف، وإذا كان أكثر بعد أحسن. صحيح. دكتورة لميا، طبعا يعني موضوع صحة الطفل من الأمور المهمة جدا، بحيث أنه يعني يتم فيها دائما بشكل مستمر يعني تثقيف أفراد المجتمع وبالأخص الأمهات في هذا الجانب. لو نتحدث معك دكتورة لميا عن مؤشرات نمو الطفل، نحن في حلقة من الحلقات تكلمنا عن تأخر نماء الطفل، فهناك دائما دكتورة بعض الحركات اللي ممكن يعني تبدر من الطفل اللي مفروض يعني الأم أو الأب يعرفها على أساس أنه يتم أخذ الأكشن مثل ما يقولون في الوقت المناسب. لو نتكلم يعني معاك في هذا الجانب دكتورة. الموضوع هذا طويل طبعا. صحيح. لأن على كل مرحلة عمرية لها حركات. باختصار بنتكلم إذا بنقول أول سنة من العمر ناخذ على 2 شهر المفروض الطفل مثلا يبدأ يبتسم، يبدأ يتبع الأشياء بعيونه ويحرك راسه جهتها، يطلع أصوات شوية، يرفع راسه إذا طايح على بطنه. إذا بني على 4 شهور يحاول مثلا يمسك اللعبة بإيد وحدة، يثبت راسه والرقبة، يبدأ يحاول ينقلب مثلا إذا حطينا على بطنه ينقلب على ظهره. صحيح. يقدر يرفع راسه ويرفع صدره إذا كان طايح على بطنه، ويبدأ يحط إيده في حلجه. هذه على 4 شهور. من عمر 6 شهور يلتفت لإسمه، ممكن يحط ألعاب في حلجه كنوع من الفضول والاستكشاف، ينقل الألعاب من إيد الأخرى، ينقلب في الجهتين نقول، إذا حتى على ظهره حطينا ينقلب على بطنه، ممكن يبدأ يحبي يلس بدون ما يكون مستند على شيء، ممكن يقول كلمات مثل مابا، كلمات خفيفة يعني. صحيح. على عمر 9 شهور ممكن نقول الطفل يفهم كلمة لا، ممكن يقول ماما أو بابا، يقلد أصوات أو حركات، يأشر بطبع واحدة، هاي من الحركات المهمة يعني. على عمر السنة نقول الطفل مثلا يسحب عمره يوقف أو يوقف، ممكن يخطي له كم من خطوة، ممكن يحاول يقول كلمات، تكون عنده كلمات مو بشرط تكون كلمة كاملة، لكن في كلمات مفهومة. صحيح. يعني إذا يبغى شيء يقول كلمة، الأم كل مرة تعرف أن هذا قصده بهالكلمة قصده ماي أو قصده حليب، فكلمات مقصودة ومفهومة تكون. هذه المؤشرات طبعا إذا تأخرت مو كلها تعتبر تأخر، إحنا يعني عندنا نقول الوقت شو نقول أقصى وقت، يعني لكل حركة في أقصى وقت الطفل ممكن يسوي. مثلا نقول لك شيء أنا قلت لك على 4 شهور المفروض الطفل يسوي، بس الطفل ما سوى، مو معناته صار عنده تأخر نمو، ممكن إحنا نعطيه مجال على حسب كل حركة. فأنا ما أقدر أعطيك الحين وقت، بس على حسب الحركة كم أقصى وقت نعطيه عشان يسوي هاي الحركة. نعم دكتورة. نفس المشي مثلا يختلف من طفل لآخر، يختلف من الأولاد للبنات حتى. صح. فإحنا نقول المشي مثلا، خذينا مثلا كمثال المشي، ممكن يبدأ طفل يوقف من عمر 9 شهور، يبدأ يوقف يخطي على 1 سنة. إذا في طفل تأخر لين 15 شهر بعدنا إحنا نعتبر هذا طبيعي. ففي دائما الوقت الأقصى لكل حركة، ما نقول هو تأخر، لكن إذا الأم لاحظت مثلا حست أن في تأخر في النمو من أي ناحية عند الطفل، لازم تلجأ للطبيب في المركز الصحي اللي عندهم، وهو اللي يقيم. لأن بعد ممكن مرات حركة واحدة متأخرة ما ناخذها بعين الاعتبار إذا الطفل يسوي الحركات كلها اللي تناسب عمره. نعم. ودكتورة طبعا الحين عندنا أشياء تسهل علينا التعرف على التطور النمائي للطفل، مثل تطبيق براعم نقدر نجاوب على الأسئلة ونعرف على نعرف دكتورة، هو عبارة تطبيق براعم حق المستمعين نوضحه، إنه هو عبارة عن مجموعة من الأسئلة الأم تجاوب عليها
ومن خلال التطبيق بتعرف إذا طفلها متأخر نمائيا أو لا، صحيح دكتورة؟ نعم صحيح، وهو على حسب البطاقة الصحية لكل طفل. نعم. يكون في عمره، والأسئلة تختلف باختلاف العمر، فعلى حسب عمر كل طفل الأم توصلها الأسئلة اللي تخص عمر طفلها. فإذا صار في مثلا أجوبة وايد أن الطفل ما وصل لها التطور في النمو، هني براعم الابليكيشن روحه يخبر الأم أن أنت لازم تسوين موعد وتشوفي لك الطبيب. نعم. كذلك دكتورة، من موضوع يعني التطور النمائي نرجع للموضوع الغذاء، شو تقولين حق الأمهات اللي مثلا بتتكاسل وبتقول بدال ما أبدأ صنف صنف من الخضروات ببدأ مع طفلي بمثلا المواد المعلبة أو المواد السهلة الموجودة في الجمعيات؟ كدكتورة نصيحة أخيرة حق الأمهات اللي ما يبون يتعبون عمارهم يبدون صنف صنف، لا بيسيرون حق الأسهل، فشو تنصحينهم دكتورة كنصيحة أخيرة منك؟ والله الأمهات الله يعطيهم الصحة والعافية، يعني ما أقدر أقول لك أن السنة الأولى في عمر الطفل من أصعب المراحل العمرية للأم. نعم. فيعني الله يعطيهم العافية والله يقدرهم، لكن إحنا قد ما نقدر في تغذية الطفل نبغى نعطي الطفل الفائدة بدون أي أشياء ثانية ممكن تضره، أو ما نعطي أشياء ما تفيده. يعني مثلا أنا إذا بتعطين تقولين نصايح عامة، أولا تحضير طعام الطفل وايد سهل، فيفضل إن هي تحضره في البيت. إذا يعني هاي المعلبات وهاي الأشياء دائما فيها مواد حافظة ومضافة وفيها سكريات وأملاح، إحنا حتى هاي الأشياء ما نبغاها في مع بداية الأكل. يعني حتى أقول لك بدون إضافة أملاح للأكل، بدون إضافة بهارات، بدون إضافة سكر، نبغى ياخذ ماكسيمم أقصى الفائدة الغذائية. إذا الأم تحس إن هي ما تقدر تحضر، أنا نصيحتي إن أصلا ما تستعجل في إطعام الطفل. فتي الأم مثلا تقول على الأربع شهور نفس ما ذكرتي إنها بتبدأ تأكل طفلها، إذا هي تحس ليش تبدأ على الست شهور تحس هي ما تروم، خلاص على الأربع شهور تتريس ست شهور عادي. يعني واللي أسهل لها، كل وحدة كل أم لازم تدور طريقة تكون التغذية تحضير الأكل سهل لها، مو بشرط تتبع النصايح اللي يقولوا لها الناس. ترى الناس تنصح بشكل عام، ما في صح وغلط، كل أم تعرف هي شو تقدر تقدمه لطفلها. نعم نعم دكتورة، طبعا شاكرين لك هاي المعلومات القيمة، ومثل ما قلتي كل أم هي تعرف شو الأفضل لطفلها، وكل أم تسعى دائما أنها تقدم الطعام الصحي لطفلها بطريقة سهلة وطبعا مفيدة للأطفال. شكرا لك دكتورة لمية، شاكرين لك تواجدك معنا دكتورة، وإن شاء الله نتواصل معك في الأيام القادمة لموضوعات مهمة تخص الأطفال. شكرا لك دكتورة. أختي آمنة، ومع فقرة تغذية الأطفال وصلنا إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم. ومستمعين الأعزاء، نذكركم بأن هيئة الصحة بدبي توفر خدمات فحص كورونا في مراكز التسوق بدبي في مول الإمارات ومردف سيتي سنتر وأيضا سيتي سنتر ديرة. بإمكانكم التواصل على الأرقام 803-42 لمزيد من المعلومات. نتمنى إن شاء الله أن حلقتنا اليوم قدمت لكم مادة و معلومات صحية مفيدة، وهذا هو دائما مستمعينا الأعزاء نهج هيئة الصحة بدبي، إيجاد مجتمع أكثر صحة وسعادة. أشكر فريق العمل اليوم معنا في الإعداد الأستاذ حسني البلاون، وفي التنسيق والمتابعة والإخراج مخرجنا المتألق دائما نمر محمد، وأيضا أشكر أختي الكريمة آمنة العلي، وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.